السلام عليكم متابعينا الكرام، الف مرحبا بكم على قناه ايموبيلي بن ملال، القناه اللي متخصصه في بيع وشراء جميع انواع العقارات. كما عودتكم ان شاء الله ديما الجديد على القناه، اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لابارتومون اللي كتواجد في واحد الموقع جد ممتاز اللي قرب من اعداديه القدس، قرب من مقهى رحاب، جات في اقامه على الطريق. موقع جد ممتاز، المساحه ديال هذا لابارتومون 78 متر. كما كتشوفوا الدخله ديال لابارتومون هي هذه. الموقع راه جد ممتاز، قريب من جميع المرافق العمومية. كما كتشوفوا هنا راه كاين الصالون. كنبغي نشكر جميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، الجالية المغربية وجميع أشقائنا العرب في جميع الدول العربية على جميع الاتصالات ديالهم. كنتمنى اللي شاف القناة يشاركوا وبارطاجيو باش ضغطوا على الجرس باش أي حاجة كانت جديدة توصلوا بها. كما كتشوفوا هي هادي لابارتومون، هنا كاين صالون. هاد لابارتومون كتكون دو شومبر وصالون لا كويزين وصال دوبا. مساحة 78 متر وعندها فرصة مشمشة وقريبة كما قلت لكم من جميع المرافق العمومية. هاد الموقع راه مطلوب بزاف، الناس اللي تيسولوا على هاد الموقع على حساب الشراء، ولا حتى الانسان اللي باغي ياخد هاد لابارتومون باش يكريها راه يستافد منه. كما كتشوفوا هنا كاينه صال دوبا، اللي مهتم واللي باغي اي حاجه في العقار مالي الا يتصل على الرقم 0674555303، قناه ديال مولين مسفيوي اللي متخصصه ببيع وشراء جميع انواع العقارات. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي كيراسلوا لي العائلات والاصدقاء ديالهم، الناس اللي شريت لهم الحمد لله وعرفوا شنو اللي كاين. وحنا راه البيت يكون عند الموثق اللي هو النوطير. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم. كما قلت لكم هاد لابارتومون كتكون من دو شومبر وصالون لا كويزين وصال دو بان، جات في موقع جد ممتاز. نخليكم تشوفوا هاد لابارتومون، كنتمنى اللي شاف القناه يشارك.